عليكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم ديما نبقى ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم اقترحت عليكم هاد لاباغ اللي كتجي فنه وزيله وديال ديما. بالنسبه للاباغ على هاد الشكل هذا، سامبل وخفيفه، كنتمنى تكون كتبان لكم عن قرب مزيان، فيها الحجر بيان سيرتي وكتجي عاطيه وزويونه. بالنسبه للوك ديال الخاتم كيبان على هاد الشكل هذا، بالصح والعمل ديال ديما. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. بالنسبه للاباغ كتجي على هذا الشكل هذا، يعني عاطيه العينو ديال ديما وغزاله. اللي بغى اي حاجه واي انفورماسيون على لي بيجوتري ديالنا يتواصل معايا عبر الواتساب، وغتلقاو النمره ديالي تحت لا فيديو. ومرحبا بكم.